بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات متابعينا مستمعينا الكرام. إلى فاضل هناك انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة بانطلاقة جديدة وبتحدي جديد مع انطلاقات أشواط سن اللقاية وتحدياتها من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة أقوى الميادين وأعتاها لننطلق بانطلاقة جديدة انطلاقة شوطنا السادس الخاص باللقاية البكار المهجنات ليتابع هذه الأسماء لينطلق مع هذه الشعارات ليتابع الصدارة وسكان الصدارة الضبيع المركز الأول عيسى بن سالم بن عيسى المنصوري يتحرك وينطلق بانطلاقة الضبيع وبحضورها وباندفاعها على المركز الأول. المركز الثاني يتابع القادمة والمنطلقة هي حطين حمد بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي يتقدم وينطلق بحطين على المركز الثاني بينما النقلة والانتقال على المركز الثالث ليتابع في هذه اللحظات طلة حمدان بن راشد بن سعيد بن الغميس الشامسي يتقدم بطلة ويندفع على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف القادمة بحور عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن حميدان هو القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات أتابع الأسماء القادمة والمنطلقة في هذه الأثناء القادمة عنود الضحي بن عبد الله بن محمد المنصوري قادم ومن ضمن الأسماء في هذه اللحظات. وأتابع كذلك الوصول أتابع القدوم من سيوف محمد بن سيف بن محمد بن حرمش المنصوري قادم ومنطلق في هذه اللحظات. أتابع يا هي أسماء قادمة شعار بن شريم بدأ يعلن حضوره يعلن لنا انطلاقته مع الظبي راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري يا هي أسماء يا هي تحديات القدوم والوصول من الظبي مهنا بن عمر بن مهنا المنصوري يتقدم في هذه اللحظات وشعار الزعيري من الجانب الأيمن يقترب وينطلق وكذلك القادمة بداية عبد الله بن فهد البادي العتيبي. ولكن العودة يا من تتابع يا من تراقب هذا التحدي هذه الانطلاقة وهذه الاندفاعة إلى المراكز الأمامية إلى مقدمة الشوط. شوف التغيير غيرت هذه ريتاج سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق ريتاج وتندفع على المركز الأول بانطلاقة هذا الشعار الكبير بتحديات هذا الشعار المثير. تتقدم ريتاج وتنطلق بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الكبير بشعارك يا بن منانة انطلاقة من انطلاقات الكبار 2 كيلومتر بانطلاقة هذا الشعار وبحضوره. المركز الثاني طلة بالغميسة يتقدم على المركز الثاني حمدان بن راشد بن سعيد بالغميسة الشامسي قادم على المركز الثاني. والمركز الثالث بداية عبد الله بن فهد البادي الاعتيبي على المركز الثالث. والمركز الرابع شوف القدوم من الظبي مهنا بن عمر بن مهنا المنصوري يتقدم وينطلق بشعاره ويعلن لنا حضوره. ولكن وين الانطلاق وين وين التحدي وين بن منانة على المركز الأول بن منانة على الصدارة يتقدم ويندفع في هذه اللحظات. شعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يقدم لنا ريتاج وانطلاقة ريتاج على المركز الأول بحضورها وبتحدياتها. المركز الثاني يتابع القدوم والانطلاق والاندفاعة من طلة بشعار يا بالغميسة حمدان بن راشد بن سعيد بالغميسة الشوط
رمزي الشامسي قادم على المركز الثاني والمركز الثالث. هذا شعار المنصوري مع الضبي مهنا بن عمر بن مهنا المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع. شوف القدوم والانطلاق من سمحه عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. الكيلومتر الاخير يا من تتابع يا من تراقب هذه التحديات هذه الاندفاعات. وانطلق في هذه اللحظات شعار المنصوري واعلن لنا التحدي والانطلاق هناك مع الضبي مهنا بن عمر بن مهنا المنصوري. وريتاج ريتاج بشعار بن منانة من الجانب الايمن تتقدم وتعلن الانطلاق. سعيد بن منانة بغدير وابن عفصان بدا بالقدوم بدا بالاقتراب مع سمحة وابن شريم بدا يتقدم. رويدا رويدا في هذه اللحظات مع تشريف راشد بن طالب بن شريم المري ولكن بن عفصان بن عفصان بن عفصان. الله على هذا الانطلاق الله الله على هذا الاندفاع الله. انطلقت واندفعت في هذه اللحظات اللي هي سمحة 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 عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هناك ينطلق من المركز الأول بن شريم على المركز الثاني قادم بتشريف ولكن يبدو لي خلاص خلاص بن عفصان مع الفوز مع الانتصار مع الناموس. راعي سمحة يا سلامي عليك يا راعي سمحة يا راعي عطوة. هناك من قدم لنا سمحة بهذا الانطلاق بهذا المستوى الكبير. بن شريم قادم ولكن بن عفصان سلام بن عفصان تهاني وناموس سلامي عليك يا راعي عطوة سلام وسلام للعين سلام مع سمحة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الثاني كان التشريف راشد بن طالب راشد بن شريم المري والمركز الرابع انطلق أو عفوا المركز الثالث الضبي مهنا بن عمر بن مهنا المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع ريفان أحمد بن شرق بن خميس السبوسي والمركز الخامس كانت انطلاقتي غدارة عويضة بن حمد بن سهيل العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين تهانينا والناموس لك يا مالكي سمحة يا راعي عطوة سلاماتنا للعين عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. والتوقيت الزمن في هذه اللحظات 7:30 ثلاث أجزاء من الثانية تهاني والناموس يا بن عفصان. المركز الثاني تشريف راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري حل بالمركز الثاني مع تشريف بتوقيت زمن 7:30 ستة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثالث الضبي مهنا بن عمر بن مهنا بن محمد المنصوري حل بالمركز الثالث بتوقيت زمني وقدره 7:31 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع.